وعن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها عتقت وليدا ولم تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: أشعرت يا رسول الله أني عتقت وليدتي؟ قال: وفعلته؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك. متفق عليه. وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة، أفأصل أمي؟ قال: نعم، صلي أمك. متفق عليه. وعن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء ولو من حليكن. قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت له: إنك رجل خفيف ذات اليد، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة، فأته فاسأله، فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيركم. فقال عبد الله: بل ائتيه أنت. فانطلق، فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة، فخرج علينا بلال فقلنا له: ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك: أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما، ولا تخبروا من نحن؟ فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هما؟ قال: امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب هي؟ قال: امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة تدل على فضل الصلة للرحم ولو كانوا غير مسلمين، إذا كانوا ليسوا حربا لنا بل بيننا وبينهم عهد وأمان، فالصدقة فيهم طيبة وقربة إلى الله عز وجل، ومن أسباب أيضا تأليف القلوب ودعوتها إلى الخير. الحديث الأول فيها أن ميمونة رضي الله عنها بنت الحارث أم المؤمنين كانت لها جارية فاعتقتها، فلما دار عليها النبي صلى الله عليه وسلم في يومها قالت الرسول: أشعرت أني اعتقت فلانة الجارية؟ قال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو أعطيتها أخوالك لكان أعظم لأجرك. هذا يدل على الصدقة في الأخوال والأعمام أفضل من العتق، يدل على فضل عظيم، هذا يدل على أنهم محاويج وأنها صدقة فيهم أفضل من العتق. ومن الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. وهذا يفيد تأكيد مساعدة الأقارب والإحسان إليهم مما لدى قريبهم من الزكاة وغيرها، لكن إذا كانوا من ذريته ومن آبائه وأجداده يكون من غير الزكاة، فروعه وأصوله، لأن عليه أن ينفق عليهم، فلا يعطيهم الزكاة ولكن ينفق عليهم من ماله. وهكذا قصة أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، وهي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهما جميعا. جاءتها أمها في المدينة في وقت الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة، الهدنة التي وقعت بينهما في عام 600 هجرة على وضع الحرب 10 سنين. جاءت أمها في وقت الهدنة تسأل أسماء الرشد والمساعدة، وكانت على دين قومها لم تسلم، فقالت أسماء: يا رسول الله، هل أصلها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صليها، يعني أحسن إليها كما قال الله جل وعلا: وبالوالدين إحسانا أن يشكر لي ولوالدك إلي المصير. قال الله في حق الكافرين: وصاحبهما في الدنيا معروفة، وهما كافران، وصاحبهما في الدنيا معروفة. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوا في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم،
إن الله يحب المقسطين. هذا في وقت الأمان بينه وبين الهدنة والعهد. أما وقت الحرب لا، ليس لهم إلا السيف. فالمشروع للمؤمن أن يلاحظ غراباته وأن يحسن إلى غراباته، يكون له في ذلك الصدقة والصلة جميعا. وهكذا حديث زينب امرأة مسعود رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: هل تجزئ الصدقة في أيتام عندي وفي زوجي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان، صدقة وصلة. هذه الآن الصدقة في الزوج الفقير والأيتام من أولادها صدقة وصلة، يعني من غير الزكاة، تعطي أيتامها من غير الزكاة، لأن المراد بالصدقة إذا أطلقت صدقة تطوع. فالمعنى أن لها أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة جميعا. وفق الله إليكم. ما نأخذ من قول المرأتين لبلال لا تخبر الرسول وأخبر الرسول؟ لأن الرسول مأمور أن نجيب إذا دعا طلب منا شيء أن نجيب، فلهذا لم يسع بلال إلا أن يخبره. لما قال أخبرني من هو ما هي بأس. النخامة إذا كانت في الحلق تعمدت جمعها في الحلق من ثم ابتلاعها وأنا صائم، الحكم كأنك عندك وساوس في الحلق ما تضر، وإذا وصلت الفم ما يجوز تلفظها. أما إذا راحت من الحلق ما يضر. إذا جمعتها في الحلق تعمد إذا راحت من الحلق ما يضر. تعمد جمعتها ولا ما جمعتها، ما دام في الحلق ما بعد صارت خارج. طيب السؤال الثاني، استنشقت الماء في يوم صائم ثم دخل إلى الحلق، إذا كان ما تعمدت ما عليك شيء. لما تعمد ما هي شيء. طيب لكن السنة عدم مبالغة للصائم، لا يبالغ في الاستنشاق. طلع من المعدة للحلق ما يضر، ثم تعمدت بلع مرة أخرى ما دام ما خرج ما يضر. نعم، يتعود تسأل باسل صار صحي. حكم الدم إذا نزل في الفم ثم تعمدت ابتلاعه، إذا تعمدت تفطر تفطر؟ إيه، إذا كان وصل الفم. نعم. طيب حكم الاستنشاق، في حكم الاستنشاق سألت شيخ أنا وقال إنك تفطر. لا، إذا تعمدت ابتلاع الدم تفطر. في حكم الاستنشاق الماء، إذا كان على طريق الاستنشاق ولكن ما غلبك الماء. سألت شيخ أنا قلت إن استنشقت لما تعمد تدخل إلى الحلق ما يضر، قال له يفطر. لا، ما هو بصر. ما عنده خبر. إذا ما تعمدت ما عليك. ما نأخذ بقوله يعني. ما تعمدت ما عليك شيء. يعني ما نأخذ بقوله يعني. ما عليك شيء. من جمع بين صلاتي الجمعة والعصر أحسن الله إليك في السفر جهلا منه، هل يمر بالإعادة؟ أحوط بالإعادة. يمر بإعادة العصر أحوط له. أحسن الله إليك. هل يؤخذ من حديث زينب جواز إعطاء المرأة الزكاة لزوجها؟ لا، ما هذا صدقة تطوع، لكن مسألة الزوج كون يعطي الصدقة محل خلاف. القول بالجواز لا بأس، لهم لا إثام لا، لكن الحديث هذا هو الصدقة تطوع. صلى الله عليه. هل يأخذ من حديث زينب أن الحلي كان جائزا للنساء؟ الحلي جائز للنساء، الحلي جائز للحديث الصحيح بجواز للنساء، لكن حرام على الرجال، ذهب على الرجال حرام. أما خاتم الفضة يباح للجميع، الرجال والنساء. صلى الله عليه. صدقة المرأة على زوجها تطوع؟ تطوع. هو الزكاة فيها خلاف، والأرجح جوازها بالزكاة. الحمد لله. الله عملك عبارة. سبحانك الله. هذا كاف الخير الشر عن الناس. عبارة هذا الشخص كاف خير الشر. إذا كاف شره مشكور، وما إذا كاف خيره لا مهم مشكور. أحسن الله عليك. معنى لا إله إلا الله، لو قال لا معبود بحق في الوجود إلا الله زاد الوجود. ما في بس. لا، هذا ما.